Does that have an unset membrane? But that if have an unset membrane, so what does that access an aberron lipid protein complex? When the lipids have two layers of molecules, one of them are sheath-like structures. Some people say it's half-half, but the point is half-half are two layers of molecules, two layers of lipids. When the proteins, myogen, vein, and lipids. For that, we have to tell about the lipids. One of them are the phospholipids. One of them is the commandolite lipids, but the husband might achieve. One of them is cholesterol, but the husband might achieve. ومن أهم صفات السيل ميمبرينز إنهم they are fluid يعني كلمة fluid يعني سيل قريبة جدا بمعنى liquid وإيه المقصود بيها إن المولكيولز إيه الفرق بين السيل والصلب المولكيول تتحرك بسهولة أكثر سيل مش كده صلب المولكيولز الحركة فيها ضئيلة جدا تقريباً وايبراتري في مكان إنما السائل المولكيول تتحرك بسهولة أكثر مظبوط كده؟ إيه قيمة حركة المولكيولز في الممبرينز؟ إنها تسمح الممبرينز بالحركة وبالتطور وبالتغير وتسمح بمرور الحاجات بين المولكيولز طيب إيه سبب الممبرين فلويد؟ ليه الممبرينز عن فلويد؟ إيه سبب الممبرين فلويدتي؟ إنهم they are non-covalent assemblies زي ما قلنا في الأول فكلمة non-covalent دي مهمة جدا لأن دي اللي تسمح للمولكيول بالحركة لو كان في covalent bonds بين المولكيول ما كانوش يتحرك كانوا بقوا في مكان فالأساس في الفلويديتي أولا إن في حركة في المولكيول they are in continuous motion والسبب في كده إن they are non-covalent assemblies ومش متسكين مع بعض في covalent bond وقلنا ان الاساس عبارة عن lipid bilayer زي ما احنا شايفين كده two sheets كده of lipids دي واحدة بتحمي outer والتاني inner اوكي بالنسبة للسيل سيرفس يعني واحدة ناحية خارج الخلية وناحية واحدة ناحية داخل الخلية ودول زي ما قلنا بيمثلوا الphospholipid bilayer او الglycolipids اوكي الهيدز طبعا دول هم البولر هيدز والتيلز دول هم الفاتي اسيدز اللي طالعين منهم قلنا الفاتي اسيدز بيلتقوا في الوسط وبيمسكوا مع بعض باي ايه؟ هيدروفوبيك انتراكشنز وباي مانتربات انتراكشنز مش كده؟ وبقول دول ان كونتينيوس موشن بيتحركوا باستمرار بيتحركوا الحركه بتاعتهم يا ترى within the layer يعني دي layer ودي layer زي ما احنا شايفين مش كده؟ هل الحركه بتبقى within the layer mostly within the layer الحركة within the layer بنسميها lateral movement أو translational movement lateral أو translational يعني يتحركوا فيها في الاتجاهات في الاتجاهات كده بالنسبة للفوق أو لتحت كل واحدة منهم تحرك كذا الاتجاه بسهولة جدا أوكي أو rotational ممكن تلف أي مولكيول من دول ممكن يلف حوالين نفسه أو حوالين غيره يبقى دي اسمها rotational movement وكل دي بقول within the same layer هل بقى سهل ان المولكيول تنتقل من layer الى layer؟ لا الحركة من layer الى layer بنسميها transverse لانها بالعرض مش كده؟ او نسميها inside or outside نفرض ده خارج الخلية من الداخل يبقى من الداخل للخارج او العكس inside or outside او flip flop يعني ايه؟ يعني تتقلب من ناحية لناحية قلنا الحركة دي ترى سهلة ولا صعبة؟ صعبة ودي اللي بتحافظ على ايه؟ على الممبرين اسيمتري لو كنا فاكرين قلنا ان في الاوتر لاير لو دي الاوتر ودي الانر لاير هلاقي معظم الكولين فوسفوليبس فين؟ في الاوتر لاير طب ما لو كان سهل الفليب فلوب موفمنت الترانسفيرس موفمنت كان بقى تركيز جوه هيبقى مش كده ولا ايه؟ ها؟ لو التركيز جوه
طبعا بصفة عامة من غير قناع عموما الموليكيولز حركتها تعتمد على درجة الحرارة. ليه بقى؟ كل ما تزيد الحرارة كل ما زادت الكايناتيك انرجي، كل موليكيولز مشوا أسرع والعكس بالعكس. فده أول فاكتور بيأثر على الفلويديتي. هل احنا مصلحتنا ان الفلويديتي بتاعتنا كل ما زود الحرارة تزيد كده مضاعفة وكل ما قل تزيد مضاعفة؟ لا مش مصلحة أوي. لازم برضو ان احنا نظبطها الى حد ما، ليس هتبقى زايد عن اللزوم ولا ناقصة عن اللزوم. انها بصفة عامة الحرارة لازم هتزود الفلويديتي، كل ما زود الحرارة تزيد الفلويديتي وكل ما قل الحرارة. بس هل ده يعتبر الفاكتور الوحيد اللي بيزود بيأثر على الفلويديتي؟ لا، في فاكتور تاني مهم جدا اللي هو الليبيد كومبوزيشن. ترتيب الليبيدز. ايه المقصود هنا بالليبيد كومبوزيشن؟ حاجتين. ايه يا ترى الحاجتين؟ نوع الفاتي اسيد الموجود. ده حاجه، ووجود الكوليسترول. وجود الكوليسترول. طيب ازاي نوع الفاتي اسيد اللي موجود بيزود او يقلل الفلويديتي؟ كل ما كان الفاتي اسيد ساتوريتد كل ما حصل ايه في الفلويديتي؟ قلل. ها؟ والكلام ده قلناه قبل كده لما درسنا الليبيدز. مش كده ولا ايه؟ ها؟ ايه تأثير نوع الفاتي اسيد ساتوريتد او ان ساتوريتد على الميلتنج تمبشر؟ طبعا الميلتنج تمبشر اللي هي درجة الايه؟ الانصهار، مش كده؟ الميلتنج تمبشر اللي هي درجة الانصهار. درجة الانصهار بصفة عامة بتعتمد على ايه؟ على تجاذب الموليكيولز. كل ما كان فيه من الموليكيولز تجاذب اكتر كل ما كانت درجه الانصهار ايه؟ اعلى. We need more heat عشان نبعدهم عن بعض. وانصهار يعني ايه؟ يعني بحوله من صافي الى سائل. من ان في بونز قويه بين الموليكيول الى ان انا اقطع فريق بونز والموليكيولز يتحركوا اسهل. مظبوط كده؟ طيب الساتوريتد فاتي اسيد يعملوا ايه قلنا؟ ها؟ يزودوا الميلتنج تمبشر يعني يزودوا التجاذب بين الموليكيولز. يعني اذا ايه تاثير الساتوريتد فاتي اسيد على الميلتنج تمبشر؟ يعلوا الميلتنج تمبشر. ايه تاثير الساتوريتد فاتي اسيد على الفلويديتي؟ يقللوا الفلويديتي لانهم هيعملوا تجاذب اكثر بين الموليكيولز. مظبوط كده؟ في حين ان الان ساتوريتد فاتي اسيد يقللوا التجاذب بين الموليكيولز. طب ليه الانساتوريتد فاتي اسيدز يقلل التجاذب؟ وخد بالك في شرط انه يكون منه ايه؟ اي نوع من الانساتوريشن؟ سيس دبل بوند. ليه سيس دبل بوند بتعمل ايه؟ بندنج اوف موليكيول. والتابلوه ده بيوضح الكلام. اوكي؟ ساتوريتد فاتي اسيد بيبقى اكسنت لايك ذيس، انما الانساتوريتد بدل في سيس دبل بوند قلنا بيحصل بندنج اوف موليكيول. طب البندنج ده يعمل ايه؟ يباع بين الموليكيولز. وما دام بعاد عن بعض يبقى الاتراكتيف فورسز اللي بينهم ايه؟ اقل. كل ما قربنا من بعض كل ما المادة الفاتحة قربنا ايه؟ زادت. وكل ما بعدنا عن بعض كل ما المادة الفاتحة قلت. مظبوط؟ فوجود ساتوريتد فاتي اسيد بيساعد على التقارب بين الموليكيولز. وبالتالي يقلل الفلويديتي في حين ان البندنج اللي بيحصل نتيجة الان ساتوريشن نتيجة السيستم البارد يبعد الموليكيولز عن بعض يقلل التجاذب بينهم يعني يزود الفلويديتي. يبقى الساتوريتد بيقللوا الفلويديتي والانساتوريتد بيزودوا الفلويديتي. يبقى فاضل الكوليسترول بيعمل ايه؟ وده بقى اللي نسبيا صعب، نسبيا هو مش صعب ولا حاجه، هنفهمه دلوقتي ان شاء الله. انما الساتوريتد بارسين سهلين ومقدمتهم موجوده من زمان في الليبيد كانسر. اوكي؟ انما ايه تاثير الكوليسترول؟ نقول الاول التاثير وبعدين نفهم معناه ايه. بيعمل مودريشن اوف فلويد. مودريشن يعني ايه؟ يعني يظبطها، يعني لا يخليها عاليه قوي ولا واطيه قوي، لا يخليها الفلويديتي عاليه ولا يخليها واطيه. بمعنى ايه؟ دلوقتي لو انا اسخن الممبرين ولو ما فيهوش كوليسترول طبعا هتزيد الفلويديتي. مظبوط؟ طب لو في كوليسترول يحصل ايه؟ برضه تزيد الفلويديتي. لازم مع الحراره لازم هتزود الفلويديتي. انما في وجود الكوليسترول يحصل ايه؟ الفلويديتي تزيد ولكن ما تزيدش قوي. تزيد اقل لو في كوليسترول. لو ما فيش كوليسترول تزيد قوي. هنفهم ليه؟ ان شاء الله. اوكي؟ والعكس بالعكس، اما
التنظيف ما يزودهاش قوي والتبريد ما يقللهاش قوي. يعني هو بيظبط الفلويديتي الى حد كبير. طب ايه السبب كده يا ترى؟ الكوليسترول فيه مولكيول بتاعه كبير وريجيد، ها؟ ستيرويد رينج اللي احنا خدناه زمان اللي هو سايكلو بنتينو في الحالة فرانسرين فيها 17 كربون، وبعدين في سايد شين فيها 8 كربونز كمان، مش كده؟ بتبقى واقفه في وسط الممبرين. طيب مع التسخين قلنا يحصل ايه؟ المفروض المولكيولز يبتدوا يتحركوا احسن، مش كده؟ بتبقى الفاتي اسيدز وبالتالي تزيد الفلويدز. لو الكوليسترول بقى واقف في وسطهم يمنع حركتهم مع بعض، وبالتالي يعمل ما يخليش الفلويدز تزيد قوي، والعكس بالعكس. اما بره قلنا يحصل ايه؟ المفروض الفاتي اسيدز يقربوا من بعض اكتر وما يتحركوش اكتر، انما وجود الكوليسترول برضه في وسطهم يمنع التجاذب بينهم وبين بعض، ها؟ وبالتالي ما يخليش الفلويدز تقل قوي. فهو بيقول تاني بيظبط الفلويدز، لا يخلي الفلويدز تزيد قوي مع التسخين ولا تقل قوي مع التبريد، وده المقصود بكلمه مودريشن. واضح الكلام؟ ادي تاثير الكوليسترول. اوكي؟ نبص كده الجمله اللي موجوده عشان نشوف اذا كانت مش مفهومه نحاول نفهمها احسن. ولما بتزيد الحراره الكوليسترول رينج، طبعا هي حيث الموليكيول كبير حرارته اقل من الفاتي اسيدز. احنا بنسميهم فاتي اسيدتين لان احنا بنرسمها كده زي دي، مش كده؟ ده فاتي اسيدتين، ها؟ حركه الكوليسترول اقل لان الموليكيول كبير واقف وسط الفاتي اسيدز، حركته اقل. اوكي؟ فالمفروض بزياده الحراره بتزيد الفلويدتي، انما هنا هتزيد ولكن تزيد اقل. خدوا بالكم الكوليسترول مش هيقلل الفلويدتي، لا مش هيخليها تزيد قوي، في فرق كبير بين التعبيرين. الكوليسترول ما يخليش الفلويدتي تزيد قوي مع التسخين، انما لازم هتزيد مع التسخين، انما مش هتزيد قوي في وجود الكوليسترول. ها؟ تزيد ولكن less than expected اذا ما كانش الكوليسترول موجود. لو الكوليسترول موجود هتزيد ولكن بدرجه اقل، لو الكوليسترول مش موجود هتزيد قوي، في وجود الكوليسترول تزيد بدرجه اقل. طيب في اللور تمبرتشر بيحصل ايه؟ الكوليسترول بيقف بين الفاتي اسيدتيز ما يخليهوش يمسكوا جامد مع بعض. وبالتالي مع التبريد لازم الفلويدز هتقل ولكن اقل من المتوقع لو ما كانش الكوليسترول موجود. واضح الجمله؟ في حاجه مش مفهومه؟ اوكي؟ طيب يبقى كده خلصنا الكلام عن موضوع الفلويدز وفهمنا يعني ايه ان الكوليسترول بيعمل مودريشن اوف فلويدز. اوكي؟ طبعا الكلام عن الممبرين بروتينز. الممبرين بروتينز بنقسمهم الى نوعين، انتجرال بروتينز وبريفرال بروتينز. اولا كلمه انتجرال يعني ايه؟ يعني جزء لا يتجزا من الممبرين. يعني ايه بقى كلمه جزء لا يتجزا؟ يعني ما نقدرش نفكها من الممبرين الا اذا كسرنا الممبرين. They cannot be separated from the membrane except by disruption of the membrane. لازم نفكك الممبرين عشان نفك منه الانتجرال بروتين. اوكي؟ امال البريفرال بروتين ايه؟ لا البريفرال ده موجود على سطح الممبرين ويسهل انه يفك من الممبرين. يسهل يعني زي ايه؟ يعني مجرد اضيف مثلا 1 مولر صوديوم كلورايد. يعني صوديوم كلورايد تركيز عالي شويه، 1 مولر ده تركيز عالي. ها؟ ده سهل جدا انه يفك البريفرال بروتين. اوكي؟ البريفرال بروتين ايزلي سيبريتد باي مايل تريتمنت بمعالجه خفيفه زي باي 1 مولر صوديوم كلورايد. ليه؟ عشان ايه؟ لانه ويكلي اتاتش تو ذا ممبرين. انما الانتجرال البروتين ده محطوط مزروع في وسط الممبرين. ما دام مزروع في وسط الممبرين ما اقدرش احطه الا اذا ايه بقى؟ باي سترونج تريتمنت بدل ما مايل تريتمنت. يعني لو احط 1 مولر صوديوم كلورايد الانتجرال البروتين يفك؟ لا ما يفكش. امال يفك بايه؟ بان انا اكسر الممبرين. باي ايه اكسر الممبرين؟ باي ديترجنت. ها؟ ديترجنت اللي هي المنظفات. ليه المنظفات؟ ايه صفاتها يا اولاد؟ فيها بولر ونون بولر، ها؟ أمفيباتيك، وبالتالي هتفك الليبيدز من البروتين، تفك الليبيدز من بعضها وتفك البروتينز كذلك. فهنا ده سترونج تريتمنت يفك الانتاج.
التوجيه. انتجرال قلنا يعني جزء لا يتكلف يعني مستهدى ابدا افوقه عشان افوقه لازم اكسر المبنى. كويس؟ الانتجرال البروتين يا ترى بيبقى قلنا مزروع في الممبرين امبيدد في الليفل باي لاير وعاده بيحل محل التو لايرز او ذا ممبرين. ومع الاسف الدياجرام بتاع الممبرين احنا شفناه المره اللي فاتت مش موجود دلوقتي. فاحنا هنتكلم عليه كده بس احنا نفتكره في المره اللي فاتت. الانتجرال البروتين هو موجود في وسط الممبرين وبيحل محل التو لايرز انما احيانا يحل احيانا محل وان لاير بس. يا الاحفرانيه بس يا جوانيه بس بس المعاناه يحل محل ايه؟ ذا تو لايرز او ذا ممبرين يعني مزروع في وسط الممبرين. كويس البروتين ده عباره عن بولي ميثايل شين مش كده؟ احيانا تبدا مثلا جوه الممبرين وتعدي في وسط الممبرين وبعدين تخرج من الناحيه الثانيه مره واحده بس انا ابتديت اهو جوه الممبرين وبعدين عديت في وسط الممبرين وبعدين خرجت من الناحيه الثانيه. يبقى في جزء من البروتين خارج الممبرين وجزء داخل الممبرين وجزء داخل الخليه يعني في جزء خارج الخليه وجزء داخل الخليه وجزء في وسط الممبرين. افتكروا ايه صفات الجزء اللي في وسط الممبرين وايه صفات الجزء اللي خارج الخليه او داخل الخليه؟ اللي في وسط الممبرين لازم يكون ايه؟ هيدروفوبيك بالظبط كده. الجزء اللي خارج وفي الداخل لازم يكون هيدروفيك. لان الجزء الداخل والخارج ده ناحيه الميه سواء الميه اللي جوه الخليه او اللي بره الخليه. انما الجزء اللي في وسط الممبرين ده في وسط ليبيد. يبقى لازم يكون هيدروفوبيك. اذا البروتين بصفه عامه اللي موجود في الممبرين اللي هو الانتجرال بروتين لازم يكون ايه؟ امفيباتيك. لان في جزء من كورة اللي هو في وسط الممبرين وجزء كورة اللي هو من جوه او من بره. كويس ساعات هذا البروتين يعدي من الممبرين زي ما قلت انا جزء من جوه وبعدين عديت من خلال الممبرين جزء هيدروفوبيك وبعدين خرجت من الممبرين جزء هيدروفيلك وبعدين الف وارجع اخش تاني في الممبرين. اوكي؟ يبقى جزء تاني هيدروفوبيك في وسط الممبرين وبعدين جزء تاني هيدروفوبيك جوه الخليه. وبعدين ممكن الف تاني واعدي من الممبرين تاني. اذا في بقى نوعين من البروتين يا يعدي من الممبرين مره واحده يا يعدي عده مرات. اوكي؟ اللي بيعدي مره واحده دي بنسميه سنجل باس. لما عدى مره واحده it passed through the membrane only once. انما اللي خرج من الممبرين ورجع دخل تاني ورجع خرج تاني ورجع دخل تاني ده بنسميه مالتي باس. مالتي باس لانه عدى في الممبرين عده مرات. عاده الشانلز تفتكروا تبقى ايه؟ سنجل باس ولا مالتي باس؟ الشانلز تبقى دايما مالتي باس. لازم تبقى مالتي باس ليه؟ اللي عدى مره واحده ده زي حاجه تعدي من جواه. صحيح الجزء اللي في وسط الممبرين عاده بيهالي بس هل الهيليكس بتاع الالفا هيليكس بتاع البروتين في مكان في الوسط يعدي حاجه؟ نو ما فيهوش ده حتى الار راديكالز بتاعت الامينو اسيد زي ما كانت زمان بتبقى طالعه بره ما فيش مكان جوه. فلو عندي شانل لازم يبقى مالتي باس عدى عده مرات وعامل تنويف بقى بين
لو كان في كربوهيدرات لازم يكون شابك في خارج الخلية ناحية السيرفيس اوف ذا سيل، ناحية السيرفيس اوف ذا سيل. طيب لو في انزايم موجود في السيل ممبرين، احنا عارفين ان الانزايمز ار بروتين ان نيتشر، واحنا عارفين بروتينات ممكن تبقى موجودة في البلازما ممبرين او في الممبرينز الاخرى اللي في داخل الخلية. هذا الانزيم يا ترى الانزيماتيك اكتيفيتي بتاعته تبقى على ناحية واحدة من الممبرين ولا على ناحيتين؟ على ناحية واحدة. نتيجة ايه؟ نتيجة الممبرين اسيمتري بره. نتيجة الممبرين اسيمتري. بمعنى ان البروتين اللي واقف واقف بالشكل ده. ما يبقاش يلف كده. ما لو قدر يلف كده يبقى الانزيم مرة ضرة ومرة مرة قوة ومرة مرة. مش كده ولا ايه؟ انه بحيث ما يقدرش يلف، مفيش بليك فلوب موفمنت، مفيش ترانسفيرس موفمنت، هو ثابت كده ما يقدرش يلف. اذا لو ده انزيم انزيماتيك اكتيفيتي يا اما ناحيه الخارج يا اما ناحيه القدام، انا مش ممكن تبقى على الناحيتين في نفس الوقت. اوكي؟ كل ده نتيجه ليميتد ترانسفيرس موبيلتي، انها ممكن يتحرك من مكان لاخر لاترال موبيلتي. اوكي؟ طيب البريفرال بروتين قلنا ده ممكن يتفك بسهوله من الممبرين. طب هو ازاي ماسك يا ترى مع الممبرين؟ يا اما مع البروتينات اللي في الممبرين يا اما مع الفوسفوليبيدز اللي موجوده في الممبرين. هو موجود ولا على سطح الممبرين سواء من جوه او من بره؟ ما فرقتش. البريفرال بروتين ممكن يتشابك من بره او من جوه. اوكي؟ انها ماسك في ايه؟ ماسك يا اما في الليبيد بتاع الممبرين يا اما في البروتين، ممكن كده او كده. طب يا ترى ايه الفورسز اللي تمسكهم مع بعض؟ ما دام ماسك من بره يا من جوه يبقى لي نوع، هل يبقوا هيدروفوبيك انتراكشن؟ طبعا لا، يبقى يا اما ايونيك الكتروستاتيك انتراكشن، يا اما ممكن بالدرالز. طبعا بالدرالز تمشي على اي حاجه، وممكن كمان هيدروجين بولز، ممكن كمان هيدروجين بولز. كل دي اللي ممكن تمسك البريفرال بروتين مع الممبرين، مع الفوسفوليبيد اوف ذا ممبرين او مع الانتجرال بروتين. اوكي، طب ايه ترى وظائف البروتينات في الممبرينز؟ اول وظيفه ستراكشر، يعني بتخش تمسك تركيبه الممبرين. وعندي تكنيكال اكزامبل على ستراكشر البروتين في الممبرين زي ثلاث بروتينات موجودين في الريسلز اللي هو سبكترين وانكيرين واكتين. دول ثلاث بروتينات موجودين في الريسل ممبرين، ودول اللي بيحافظوا على البايوكيف شيب اوف ذا ريد سيلز نتيجه الثلاث بروتينات دول. احيانا يحصل ميوتيشن في الجين بتاع السبكترين ويتغير ترتيب السبكترين، ده يؤدي ايه بقى؟ ان الريد سيل بدل ما هي بايوكيف تبقى ايه؟ تبقى اوفال او سفيروسايت، اوفالوسايت او سفيروسايت، وده بنسميه سفيروسايتوسيس. يبقى احنا هنا هنتكلم عن وظائف بروتينات الممبرين، وفي نفس الوقت عن الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل. السبكترين ده مهم جدا عشان البايوكيف شيب اوف ذا ريد سيل، ولو حصل ميوتيشن في الجين بتاعه يعمل لي سفيروسايتوسيس. وطبعا احنا عارفين السفيروسايتوسيس بتعرض الخليه للهيموليسيس بسهوله وتعمل لي نوع من الهيموليتيك انيميا. اوكي؟ برضو البروتينات اللي موجودة في الممبرين بتشتغل كريسبتورز. كلمة ريسبتور يعني ايه؟ يعني مستقبل، مستقبلات. يعني ايه مستقبلات؟ يعني يخلي الخلية تستجيب للمؤثرات الخارجية، ادي المقصود بكلمة مستقبل. بيستقبل مؤثر معين، بيستقبل إشارة معينة تؤدي إلى التأثير على الخلية. زي ايه مستقبلات موجودة على الخلية؟ زي الهرمون ريسبتور، كلنا نعرف ان الهرمونز اللي هي ريسبتور في الخلية. هل يا ترى كل الهرمون ريسبتور الموجودة على سطح الخلية على الممبرين بتاعها؟ لا، احيانا في ريسبتورز برضه بروتين النيشر ولكن موجودة في داخل الخلية مش موجودة على سطح الخلية. انما في بعض الهرمونات لها ريسبتور على سطح الخلية، زي ايه؟ سمعت عن البروتينات ده؟ زي ايه هرمونات لها ريسبتور على سطح الخلية؟ اولا كل البروتين هرمونز، كل البروتين هرمونز. ليه؟ لان البروتين هرمونز ما بتخشش جوه الخلايا، ما تقدرش تخش. اذا لازم تاثيرها هيبقى
زي الباراثيرويد هرمون، زي البيتويتري هرمون، الانتيريور بيتويتري هرمون FSH LH TSH، كل دول بروتين هرمون، كل دول ريسبتورز بتاعتها موجوده فين؟ على سطح الخليه. هل يقع في هرمونات اخرى لها ريسبتور على سطح الخليه غير البروتين هرمون؟ ايوه، زي مش كبير زي البروتين، ولكن الريسبتور بتاعه فين؟ برضه على سطح الخليه. يعني مش شرط بقى بس البروتينات بقى فقط هي الريسبتور بتاعها على سطح الخليه، لا، سم اذر هرمونز برضه متطبلاتها الريسبتور بتاعتها موجوده على سطح الخليه زي الابينفرين اللي هو الادرينالين. طب يا ترى ما فيش ريسبتورز غير الهرمونز بس؟ لا، في لايت ريسبتورز. اللايت ريسبتورز دول بتحس بايه؟ بالضوء، وتحولوا الى نيرف انفلس. مش كده؟ موجودين فين اللايت ريسبتورز دول؟ في الروتس اند كونز اللي موجودين في الريتنا، ودول حساسين للضوء، بيستقبلوا الضوء ويحولوه الى نيرف انفلس. كمان في انتيجين ريسبتورز زي ما اخدت قبل كده، ها؟ اللي هم ايه؟ الاميونوجلوبينز اللي موجودين على سطح البي ليمفوسايتس، دول يعتبروا انتيجين ريسبتورز، بيحسوا بالانتيجين يوم نشاط البي سيل انها تتحول لبلازما سيل وتنتج انتي بودي زي ما خد. فدول يعتبروا برضه ريسبتورز على الموجودين على السيل ميمبرين. اوكي؟ انتيجين ريسبتورز. اللي هم اي نوع يا ترى من الاميونوجلوبينز؟ ها؟ دي وام. دي وام. اي جي دي واي جي ام هم الموجودين كريسبتورز على البلازما ميمبرين بتاع البي ليمفوسايتس. كمان في حاجه اسمها LDL ريسبتور، هنهتم بيه قوي ان شاء الله السنه الجايه، بس ناخد برضه فكره عنه السنه دي لان احيانا يحصل فيه ديفكت ويعمل لي مشكله. ها؟ ايه اولا ال LDL؟ لو دنسيتي ليبوبروتين. عموما كل الدهون في الدم موجوده على هيئه ليبوبروتين. طب ليه ما تبقاش موجوده على هيئه ليبيدز وبس؟ عشان ما بتدوبش في الميه. عشان تدوب في الميه ليها شكل معين هندرسه بالتفصيل السنه الجايه، عامله حاجه اسمها الليبوبروتين، ليبيد بروتين كومبلكس. اوكي؟ ال LDL بالذات هو اهم كارير للكوليسترول، مليان كوليسترول، في كوليسترول كتير قوي. في كوليسترول هتمصي على الكوليسترول الاسود بكميات كبيره جدا ال LDL. اوكي؟ وشغلته ايه ال LDL ده؟ It supplies كوليسترول to tissues. يدي التيشوز كوليسترول. كوليسترول خد بالك مهم للتيشو، مهم ليه؟ يعني بيعمل الممبرين بتاع التيشو، ها؟ ممكن يتحول الى هرمونات زي ما احنا عارفين. كل الاستيرويد هرمون بتتعمل منين؟ من الكوليسترول. ها؟ مين اللي بيعمل الاستيرويد هرمون؟ الجونات والادرينال كورتكس. فدول لازم اديهم كوليسترول عشان يعملوا الاستيرويد هرمون. اوكي؟ فاذا بقول الخلايا بيبقوا supplied by cholesterol from A from LDL. كويس؟ طيب ازاي ال LDL يخش جوه الخليه؟ ال LDL ده بارتكل كبير، ده ليبوبروتين، بارتكل كبير قوي، هل يقدر يعدي من الممبرين بسهوله؟ لا. طيب ايه اللي يخليه يعدي بقى ريسبتور موجود على الخلايا اللي عاوزه تاخد كوليسترول؟ يعني الادرينال كورتيكال سيلز على سطحها ريسبتور لل LDL. ها؟ الجونات سيلز على الليفر عليه ريسبتور لل LDL. عشان ايه؟ عشان ياخدوا ال LDL يدخلوه جوه ويستعملوا الكوليسترول بتاعه. كويس؟ طيب احيانا يحصل ديفكت في هذا الريسبتور. الجين بتاع هذا الريسبتور، ما الريسبتور ده بروتين، يبقى في جين بيصنعه، مش كده؟ طيب لو الجين ده حصل فيه ميوتيشن يحصل ايه؟ الريسبتور يبقى مش مظبوط. طب يقدر ياخد ال LDL ولا ما يقدرش؟ خلاص، ما دام حصل فيه ميوتيشن يبقى الريسبتور ما يقدرش ياخد ال LDL. يوم يحصل ايه لل LDL؟ يزيد جدا في الدم. ها؟ وبالتالي يبقى نسبة الكوليسترول في الدم يجرى لها ايه؟ تزيد ماركتلي. احنا يمكن سمعنا قبل كده الكوليسترول نسبته في الدم من 120 ل 240 مللي جرام بير ديسيلي. وبنفضل ما تزيدش عن 200. بصفة عامة. طب ليه بنفضل انه ما يزيدش؟ لو زاد يعمل ايه؟ يعرضني ليه؟ تصرف الشرايين، اثيروسكليروسس.
من دلوقتي نفهم ان لو زاد الكوليسترول بيساعد على الاثيروسكليروز تصلب الشرايين، ودي طبعا حاجه مش كويسه، راح تسد الشرايين كلها وتعمل كورونري هارت ديزيز، ها، وتعمل سيريبرو فاسكولار انسفيشنسي، يقلل الدم اللي رايح للمخ ويحصل برين انفاركشن، يحصل مايكارد انفاركشن. طيب طيب في الحاله دي بقى لو قلل ال ال دي ال ريسبتور قلنا يحصل ايه لل ال دي ال دي في جدا في الدم، يبقى كوليسترول ايه ماركت انكريز، ممكن يوصل الى 800 ملي جرام. احنا قلنا احنا ما بنفضلش نزيد عن كام؟ عن 200. اه بيعدي خالص، يبقى 600 800 1000، ارقام عاليه جدا. تفتكروا الناس دول اولا يجي لهم الهايبر كوليسترولين يعني زاد كوليسترول في سن صغير ولا كبير؟ ليه؟ عشان ده ميوتيشن في جين، ده مولود كده، ده هو مولود وعنده ميوتيشن في جين، فاذا ده مولود منذ الصغر، ها؟ فده يجي له ايه بقى؟ يجي له امراض قلب، يجي له كورونري هارت ديزيز، نقص في سبلاي اوف بلاد تو ذا هارت، وهو عنده مثلا 10 سنين 12 سنه، ها؟ فيري يونج ايج. عاده الكورونري هارت ديزيز ده ما يبانش غير بعد ال 40، مش كده؟ 40 50 60، كل ما يزيد السن طبعا بنتعرض اكتر لتصلب الشرايين ونقص البلاد سبلاي والتهاب. انما ده بقول ممكن اول سن 10 سنين 15 سنه يبتدي يشتكي من كورونري هارت ديزيز، يجي له اثيروسكليروسيس. اوكي؟ ده كله نتيجه ايه؟ قلنا ميوتيشن في ال دي ال. طيب ايه كمان وظائف البروتينات في السيل ممبرين؟ زي ما اخذنا دور في الفيزيولوجي، في ترانسبورترز موجودين في السيل ممبرين شغلتها نقل مركبات معينه من خارج الى داخل الخليه او العكس. زي مثلا في بروتينات معينه ترانسبورترز تنقل الجلوكوز من خارج الى داخل الخليه او العكس، زي ما هندرس بعدين ان شاء الله في سنه ثانيه بالتفصيل. ضروري حاجه في الفيزيولوجي الصوديوم بوتاسيوم اكيتيز، ها، ده اللي بيطرد الصوديوم وبيدخل البوتاسيوم، واللي بنسميه صوديوم بوتاسيوم اكيتيز لانه في نفس الوقت بيكسر الاي تي بي، بياخد انرجي من تكسير الاي تي بي لطرد الصوديوم وادخال البوتاسيوم الى داخل الخلايا. في كمان حاجه اسمها انون اكسشينج شانل، ها، الانون اكسشينج شانل ده بيقفل الكلورايد، لان الكلورايد از ان انايون عليه نيجاتيف شارج، مش كده؟ الانون اكسشينج شانل ده اللي هو بينقل الكلورايد ممكن يحصل له فيه ديفكت، ممكن برضو الجين بتاعه هو بروتين، ها، ممكن يحصل جين ميوتيشن ويؤدي الى حاجه هنسمع عنها برضو بعدين اسمها سيستيك فايبروسيس. سيستيك فايبروسيس ده بيعمل بانكرياتايتس وبيعمل بالمونري انفكشن. اوكي طيب، ادي فانكشن اخر للممبرين بروتين. فانكشن اخر انزيمز، سام انزيمز ار باوند اون سيل ممبرينز، من اهمها انزيمز اوف ذا الكترون ترانسبورت تشين. سمعت يا ترى في الفيزيولوجي عن الالكترون ترانسبورت تشين؟ او ريسبيراتوري تشين؟ ها؟ دي اللي بقسم بيها فاينل ايه؟ كل مركبات الجسم، كربوهيدرات او فاتس او بروتينز، احنا قلنا بنقسمها في الجسم عشان ايه؟ عشان تطلع منها ايه؟ انرجي، مش كده؟ طيب ازاي يا ترى بقسمها؟ التفصيل هنعرفه السنه الجايه. انا من دلوقتي انا بشيل هيدروجين من الكربوهيدرات او الليبيد او البروتين وبقسم هذا الهيدروجين بطلع منه في الاخر ايه؟ ميه. مظبوط؟ الهيدروجين ده بيتنقل عن طريق كاريرز معينين موجودين على الانر ميتوكوندريال ميمبرين بتاع انر ميتوكوندريال، يعني الانر ميمبرين او الميتوكوندريال. اوكي؟ يبقى دي مجموعه من الانزيمز موجوده على الانر ميتوكوندريال ميمبرين شغلتها ايه؟ اوكسيديشن عشان نطلع انرجي. اوكي؟ ده مثال فقط، انما في امثله كثيره اخرى زي ايه؟ زي الادينيل سايكليز ده هنسمع عنهم ونتكلم عن الانزيمز، وزي ايه بقى احنا خدناه قبل كده انزيم موجود على السيل ممبرين زي الفوسفوليبيد سي، فاكرين في الليبيدز؟ ها؟ اما خدنا الليبيدز قبل كده قلنا في انزيم موجود على السيل ممبرين اسمه فوسفوليبيد سي، ده بيعمل ايه بقى؟ بيكسر بيكسر ايه؟ فوسفاتايد الانوسيتول 4-5 بيس فوسفيت، يكسر الى بايلاس الجليسرول وينوسيتول.
تفتكري يرجعوا له تاني داتا موجود على السلم برين. اوكي طيب كمان الممبرين بروتين بيستعملوا فور انرجي ترانسدكشن. اولا كلمه ترانسدكشن يعني ترانسدكشن يعني تحويل الانرجي من هيئه الى اخرى. ترانسدكشن يعني تغيير شكل الانرجي. ايه بقى الانرجي ترانسدكشن دي؟ هنسمع عنها برضه بالتفصيل السنه الجايه ان شاء الله. في انزيم اسمه اي تي بي سينثيز ده بيعمل ايه؟ ده بيعدي بروتونز من الانتر ممبرين سبيس الى داخل الميتوكوندريال ماتريكس. وفي هذه التعديه وهي بتعدي البروتونز بيحصل ايه؟ بيحصل بناء للاي تي بي. يبقى كده الان بيحول انا نوع من الكيميكال انرجي اللي هو اوسموتيك انرجي في الواقع، لان بحط هاي كونسنتريشن اوف هيدروجين ايونز في الانتر ممبرين سبيس، وبعدين وهو معدي الايون دي الهيدروجين ايونز دول وهي معديه من الانر ميتوكوندريال ممبرين بتصنع اي تي بي. يبقى انا حولت الاوسموتيك انرجي الى كيميكال انرجي. حولت الاوسموتيك انرجي الى هاي كونسنتريشن او هيدروجين ايونز في الانتر ممبرين سبيس، دي هو نوع من الاوسموتيك انرجي. اما وهي معديه قلنا هتصنع اي تي بي، يعني حولناها الى كيميكال انرجي. ده اسمه انرجي ترانسدكشن. كمان الممبرين بروتين مهمه في السيجنال ترانسدكشن. يعني ايه بقول ترانسدكشن تاني برضه؟ يعني سيجنال هنا نقل الاشاره من خارج الى داخل الخليه. زي طبعا خدنا قبل كده لو كنا فاكرين ان الريسبتور اللي هيتاثر مثلا بالاسيتيلكولين على سطح الخليه، بعد كده عن طريق جي بروتين، او جي بروتين هو اللي هيعمل سيجنال ترانسدكشن، هينشط الفوسفوليبيسي. وهناخد امثله اخرى برضو على الجي بروتين اللي هو موجود في السيل ممبرين، ازاي بيساعد على نقل الاشاره من خارج الخليه الى داخل الخليه. نسميه ثاني سيجنال ترانسدكشن، يعني نقل الاشاره، نقل الاشاره من خارج الى داخل الخليه عن طريق الريسبتور الاول وبعديه الجي بروتين. والجي بروتين ده ممكن يحصل فيه ميوتيشن ويسبب كانسر. يسبب كانسر. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا الكلام عن الممبرين بروتينز. ننتقل الى الكلام عن الممبرين كربوهيدراتس. اوكي الالفا سب يونت هي جزء من الجي بروتين ككل، هي سيميليتو كيسا. هل الالفا سب يونت تعتبر بريفرال بروتين ولا تعتبر انتجرال بروتين؟ البيتا والجاما سب يونتس يعتبروا انتجرال بروتين. ليه؟ لان ما اقدرش اعمله ماسكين كامل في الممبرين. لما الالفا سب يونت لوحدها تعتبر بريفرال، لانها ممكن تفك من البيتا والجاما سب يونت. اوكي؟ البيتا والجاما يعتبروا انتجرال لانه مش ممكن يفكوا من البريك بسهوله. انما الالفا سب يونت ممكن تفك قلنا من البيتا والجاما، اما يتقلب الجي دي بي بتاع الجي دي بي بتفك. اما يرجع الجي دي بي كان يرجع يمسك تاني. فالالفا لوحدها تعتبر بيرفكت. انما الجي بروتين ككل يعتبر انتجرال. جينيتك طبعا. اوكي. طب اقول اخر حاجه هنتكلم عنها هي الممبرين كربوهيدراتس. زي ما قلنا قبل كده الكربوهيدراتس لا توجد لوحدها ابدا في الممبرين، لا تلاقيها موجوده على الجلايكو ليبيد او جلايكو بروتين. وقلنا قبل كده انه دايما موجود على الاوتر سيرفيس اوف ذا بلازما ممبرين، وانها كونتريبيوتس تو ذا اسيمتري اوف ذا ممبرين، لان كده خارج الممبرين غير داخل الممبرين. ايه اهميه الكربوهيدراتس؟ اولا بتحدد الانتيجينيسيتي وكسائر. الكربوهيدراتس مثلا هي تمثل الاي بي او جراب بلاد جروب سبستنسز. الاي سبستنس والبي سبستنس والاتش سبستنس اللي هم يمثلوا البلاد جروب انتيجينز اللي موجودين على سطح الخليه. قلنا يا اما شاكين في ليبيد او في بروتين على سطح الخليه، ودول يا ترى موجودين على الريد سيلز بس ولا موجودين على خلايا اخرى كمان؟
البلا جروب سبستنسز دول الـ NO موجودين على الريد سيل فقط؟ لا ابدا، موجودين على خلايا كثيره. الريد سيل بس كمثال، وطبعا اهميتهم ظهرت في الاول في الريد سيلز. ليه؟ عشان عمليه الايه؟ البلا ترانسفيوجن. لا انما ده ما يمنعش انهم موجودين على خلايا اخرى كثيره. انما احد الخلايا الهامه جدا هي الريد سيلز. كمان الـ HLA اللي هو ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس دول مجموعه من البروتينات شامل فيها كربوهيدرات اللي هم الـ HLA انتيجين. كلمه HLA يعني هيومن لوفوسايت انتيجين. HLA يعني هيومن لوفوسايت انتيجين. MHC يعني ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس دول مجموعة من البروتين وشابك فيهم كربوهيدرات. اوكي؟ فدول طبعا بيحددوا نوع، يعني الكربوهيدرات الموجودة على الخلية دي بتحدد إلى حد كبير نوع الخلية. بتحدد نوع الخلية. هنشوف كمان شوية إيه أهمية الكلام. اوكي؟ طبعا بالإضافة في كمان بروتين على سطح الريد سيل اسمه جلايكوفورين. الجلايكوفورين ده موجود على سطح الريد سيل وبيخلي سطح الريد سيل هيدروفيلك الى حد كبير. بدل ما تبقى ليك بايلر وبس، لا على سطحها كمان كربوهيدرات بتزود البولاريتي بتاعتها، بتزود بالتالي بتخليها هيدروفيلك، عشان كده ما يلزقوش في بعض. يقلل الادهيسيفنس بتوين ذا سيلز. اوكي؟ الكربوهيدرات كمان ممكن تبقى ماسكه في هرمون ريسبتور، يعني ممكن الهرمون ريسبتور بدل ما هو بروتين بس يبقى كمان جلايكوبروتين. اذا الكربوهيدرات ممكن تلعب دور في الهرمون ريسبتور. اوكي؟ الكربوهيدرات اللي موجوده في الخليه وبقول بتحدد ماهيه الخليه وكونها الخليه، وبالتالي بتحدد التفاعل بين الخلايا وبين بعضها، سيل ريكوجنيشن. اوكي؟ ان الخلايا تتعرف على جنبها وتعمل مع بعضها وان تيشو. ده بيرجع للكربوهيدرات اللي موجوده على سطح الخليه. كمان بتحدد ان الخليه دي ممكن تتفاعل مع فيروس معين او بكتيريا معينه. اوكي؟ زي مثلا الفلو فيروس. الفلو اللي هو بيعمل الانفلونزا. ليه بيأثر على النوز وعلى الريسبيراتوري عشان في هناك نوع ريسبتور يتعامل معاه. مثلا الهيباتيتس فيروس، سمعنا نقول يعني فيروسات الكبد اللي هو اداه طبعا الاي والبي والسي، بس في غير الاي والبي والسي هم اشهر واكثرهم تواجدا. فيروس اي، فيروس بي، فيروس سي. كويس؟ اشمعنى دول بيهاجموا الكبد بس؟ ليه ما بيهاجموش البنكرياس؟ ليه ما بيهاجموش الريسبيراتوري تراك؟ ليه ما بيهاجموش البريك؟ ليه؟ لهم ريسبتور هناك. بس عايزين ننتبه لنقطة مهمة جدا. هل يعني ربنا خلق لنا الريسبتور اللي على الكبد علشان يستقبل الفيروس ويخليه يخش فيه؟ طبعا لا. الريسبتور ده اساسا موجود عشان التفاعل بين خلايا الكبد وبين بعضها. بالصدفة هذا الفيروس بيتفاعل مع الريسبتور. فما تخلوش كلمة ان في ريسبتور للفيروس على الليفر تفتكروا ان احنا عملنا الريسبتور ده مخصوص عشان هذا الفيروس. لا، ده هو من الاول الريسبتور ده موجود عشان حاجات تانية. انا بالصدفة بقول الريسبتور ده بيخلي الكبد يستجيب او يمسك هذا الفيروس ويدخل الفيروس جوه. اوكي؟ طيب هنا مثال برضو اثناء عملية الفيرتيلايزيشن. السبيرم موجود على سطح ريسبتور للبروتين جلايكوبروتين، يعني في برضه كربوهيدرات راديكال موجود على سطح الاوفن. الاول بيحصل منه الانتراكشن وبعدها بقى يحصل اكتيفيشن لانزيمز معينه موجوده في الهيد اوف ذا سبيرم وبتساعد على البنتريشن اوف ذا سبيرم انتو ذا اوفن. اوكي؟ الرياكشن ده بيطلع هايليورونيديز عشان يكسر الهايليورونيك اسيد اللي موجود في الزونه في اللوسيدا اللي حوالين الاوفن، وبالتالي ساعة السبيرم يقدر يعدي، وكذلك البروتيز بتكسر البروتينات وبالتالي يحصل عملية الفيرتيلايزيشن. اوكي؟ الكانسر سيلز يقال ان الكربوهيدرات راديكالز الموجودة على سطحها بتتغير اما تتحرك
يتحول من نورمال سيل الى كانسر سيل. وده يؤدي الى ايه بقى؟ يؤدي ان الكانسر سيل ما تتعرفش على بعضها وتسيب مكانها وتروح مكان تاني. طبعا مشهور جدا ان الخلايا السرطانيه ما بتلتزمش بمكانها، لا بتسيب مكانها وبتعمل انفيت ريبليكيشن اللي حواليها، ومش كده بس، تروح لتيشوز اخرى وتقف هناك وتتكاثر هناك. ده نتيجه ايه؟ تغيير الكربوهيدرات راديكلز الموجوده حوالين الخلايا. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا.